السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم طلاب الصف السادس؟ نتابع معا الجزء الثاني من درسنا الأمر بالقوة وترك العجز في مجال الحديث الشريف، دعونا نبدأ. أتعرف أولا على معاني المفردات والتراكيب الجديدة في حديث اليوم. المؤمن القوي، أي القوي في إيمانه وعزيمته وعلمه وبدنه. المؤمن الضعيف، أي ضعيف في إيمانه وعزيمته وعلمه وبدنه. احرص على ما ينفعك، أي بالغ في الاجتهاد في تحصيل ما يفيدك. ولا تعجز، أي ولا تضعف ولا تكسل. عمل الشيطان، وهو وسواس الشيطان وأوهامه. هذه هي المفردات وهذه معانيها في حديثنا. نقوم بتفسير بعض من تراكيب الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم أكد على موضوع القوة، حث المسلم على الأخذ بالأسباب لكي يكون مجتمع مسلم قوي من جميع النواحي، فذلك يعيننا على الشيطان وإبعاده عن الناس. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. يفضل الله تعالى ونبيه المؤمن الذي يمتاز بقوة الإرادة، قوة الدين، الطاعة والنفع لنفسه ومجتمعه على المؤمن الضعيف في دينه وإرادته. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وفي كل خير، فمعناه في كل من المؤمن القوي أو الضعيف خير لاشتراكهما في الإيمان. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هذا الكلام يقول المعنى منه أن نبذل الجهد في الإصرار على طاعة الله، نطلب الإعانة منه في تحصيل ما ينفعنا سواء في الدنيا أم في الآخرة. لا تضعف ولا تكسل عن طلب الطاعة ولا عن طلب الإعانة، ولا تقل هذا فوق طاقتي، لأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. نتابع. وإن أصابك شيء، أنت أيها المؤمن بعد بذل الجهد والاستعانة بالله والأخذ بالأسباب، إن لم يحصل لك ما تريده فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. أي يجب عليك ألا تقل لو أني فعلت لكان كذا، فالإنسان إذا بذل ما يستطيع مما أمره الله تعالى وجب عليه أن يرضى بما قدره الله تعالى مهما كانت النتيجة. لماذا؟ لأن لو تفتح عمل الشيطان، أي هذه الكلمة أو هذان الحرفان لو تأثيرها على نفس المؤمن تزرع في نفسه الاعتراض على قضاء الله وقدره. ثانيا تضعف إيمانه وثقته بالله تعالى. ثالثا تفتح على الإنسان الوسواس والأوهام والندم من الشيطان والعياذ بالله. إذا قمنا بتلخيص أفكار الحديث الشريف من خلال هذا النشاط، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن ما هي الفكرة المستفادة؟ حب الله تعالى للمؤمن القوي. يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ما هي الفكرة هنا؟ الاستعانة بالله في كل الأمور. وإن أصابك شيء
فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. الفكرة المستفادة: الرضا بقضاء الله وقدره وعدم الجزع. أخيرا، فإن لو تفتح عمل الشيطان البعد عن وسواس الشيطان وأوهامه. إذن هذا كان تفسير للحديث، ولكن يجب علينا أن نعرف الأسباب التي تقوي المؤمن في دينه وبدنه وسلوكه وعلمه وعمله. قوموا طلاب الصف السادس بقراءة هذه الأسباب وتمعنها. بارك الله بكم. في بدنه: وفي دينه: في سلوكه: وأيضا في علمه وعمله. دعونا الآن نذكر ما هو المستفاد من الحديث الشريف: الخير موجود في قلب المؤمن ما دام الإيمان موجود فيه. يجب أن يكون المؤمن قويا في جميع مجالات الحياة بما ينفع دينه ودنياه. على المؤمن بذل الجهد في الخير وعدم الكسل والضعف. وأخيرا، يجب علينا الرضا بقضاء الله تعالى بعد بذل الجهد حتى ولو كانت النتائج مخالفة لرغباته. فالمؤمن القوي لا يسمح لوسواس الشيطان أن يضعف همته وعزيمته. لدينا حل هذا السؤال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن لو تفتح عمل الشيطان ما تأثير لو على نفس الإنسان؟ قلنا أنها تزرع في نفس المؤمن الاعتراض على قضاء الله، تضعف إيمانه وثقته بالله، وتفتح على الإنسان الوسواس والأوهام والندم. على حسن الاستماع، أتمنى لكم المتابعة الجيدة والفائدة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.